لكن هو بالأرقام دكتور محمود الكلام عن 8% من واردات أمريكا جاءت من روسيا بالنسبة للنفط، الحديث عن 8,500,000 برميل يوميا من منتجات الخام المكررة. إذا أضفنا هذا الإجراء لمغادرة الشركات الأجنبية لتوقف تعامل المصرفي لماستر كارد فيزا وباي بال، والآن قبل قليل ورد خبر إقفال مثلا سلسلة مطاعم الماكدونالدز البالغة 850 فرعا في روسيا عملها، كل هذا بالإضافة لإجراءات أخرى، معقول يعني لن يكون له أثر كبير على الاقتصاد الروسي؟ لا لا طبعا العقوبات لها أثر كبير جدا على الاقتصاد الروسي. أنا حكيت عن موضوع النفط إلى أمريكا فقط. العقوبات، أولا هناك أكثر من 100 شركة أجنبية غادرت روسيا، شركات كبرى، محلات تجارية ضخمة التابعة لشركات أوروبية، تقريبا 90% يمكن أغلقت محلاتها. هناك في يعني توجيه ضغط هائل على الاقتصاد الروسي. الروبل ينهار في روسيا، معروف الآن وصل أكثر من 140 روبل، يمكن يعني كان 70-75، يعني أكثر من 50% انخفض، أو تقريبا 100% يعني انخفض قيمة الروبل، وهذا انعكس على الأسعار. الأسعار الآن في روسيا تزداد بشكل يعني يومي جميع المواد، ويعني هناك المصانع وهناك أعمال تجارية كلها تحتاج، طبعا أغلقت الأعمال التجارية مع أوروبا تقريبا أغلبها توقفت، والتصدير والاستيراد، وأيضا الأمور المصرفية هذه أيضا مزعجة جدا. يعني تم توقيف التحويلات المالية العالمي مع روسيا اللي هو سويفت، وهذا له تأثير سيء. طيب تمام دكتور محمود.